يمكن تكون سندويش أبو محمد هي الأرخص بكل لبنان لأن بس ب10,000 والطلب عليها كبير، يا بتلحق حالك يا بتروح عليك. ما شي عندك سندويشات؟ خلص الله جبر. ولا شي ولا شي؟ أبدا أبدا. الله يجبر عنك يا رب. خلص الله جبر. نبقى كتر شوية طلال. طلال المقداد بائع متجول بمرفق بيروت، صار له 25 سنة محافظ على لقمته الطيبة يلي كل العمال بيشهدوا عليها. شو بكفي ال10,000؟ شو بتعمل سندويشات؟ شو يعني بعمل سندويشات مثلا؟ بطبخهم انا ومرتي بالبيت، بعمل همبي مقلية، فول اخضر، بلف لبنة بالغاري، مرتديلا، كل شيء بيوفي معي مثلا، لانه السندويشات غالي والاكل غالي والناس ما قادره تاكل، في ناس عم تضل بلا اكل لتروح على البيت لحتى تاكل، لانه السندويشات شيء خيالي، لانه الاسعار كثير غاليه. انا عم بيع ب10,000 وبستفيد الحمد لله، بلف 50-60 سندويشه بيعهم ب10,000 والحمد لله عم بربح ب10,000 عم بربح. يعني اليوم ربطة الخبز صارت ب10,000. أيوة. وانت عم تستعمل تنقول زيت وعم تستعمل اشياء وامرار بتحط مرتديلا. ما عندي اجار شغيلة ولا عندي اجار محل، بلف بالبيت انا ومرتي وبنتي، ماشي حال ب10,000 وعم بربح كمان. قد ايه بتربح من السندويشة تاعت ال10,000؟ مثلا انا بجيب 50 سندويشة، 60 50 60 بيعملوا لي 100-150,000، 85,000، 100,000. بتعرفي اليوم البنزين ومصروف البنزين قد ما يبقى لي. هلا انا نفقت من شي ساعة ونص، هلا صار جاي شي 10 زبونات، صار في 10-12 زبون جايين ما لقوا شي، فضيت لاني عم بيع اسعار رخيصه، ما قدر الناس تاكل، عامل قوه منيحه ب10,000 ليره كلهم بيجوا لعندي. قد ايه كنت تبيعها قبل؟ بالقبل بالماضي كنا نبيع على ايام الرخص، كنت بيع انا كنت بيع 800 ساندويش بالمرفق جوا، على تغيرت الايام. هلا مشاها بالنسبه للوضع الغلا والاسعار والهيدا مشاها ب10,000. هذا كنت تبيع قبل الساندويش بقد ايه؟ كنت بيعه ب1,000 ليره. ب1,000 ليره على ايام 1,500. كاتب الدفع فوري والدين ممنوع، في ناس بيتدينوا؟ في ناس بيتدينوا، ايه ما معه. ما واللي ما معه عن جد يعني كمان بيكون عم بياكل على حسابي ما بيأثر كمان. ايوه. وفي ناس بيتدينوا ما بيدفعوا، حطيت لهم قرض مع انه الدفع فوري والدين ممنوع. بي الفقير، هيك بيوصفوا اصحاب الشاحنات والعمال بمرفق بيروت ابو محمد. بكره فول، فول مقلي مع حامض مع كزبره، شيء طيب يعني. مش من هلا، انا بعرفه من 20 سنه، انا ما باكل من عند حي الله الا من عنده. كل يوم بيجي لعنده 10,000 ابو الفقير، 10,000 الساندويش يعني اقل من نص دولار. يعني اذا اكلنا ساندويشتين بنهار بنمشي حالنا، اذا معوش 8 ليره شو بده واحد ياكل؟ 8 ليره 50,000. بدك اجار طريق على طرابلس، بس هلا جايب 70,000 من طرابلس لهون. رجعت اول ما جيت كل يوم بروح اجي لعندهم، يوم هند يوم حمص، يوم هي ما بقى تلاقيها ب10,000 والله. بطرابلس منها ب10,000. هذا الزلمه من يوم يومه ابو الفقير، هذا من يوم يومه بيعمل ارخص شيء، مع العلم انه الساندويتش يوم مش تحت ال 20-30,000. في ناس بعدها بتحس مع بعضها، بعد في الفه بين الناس، يعني لو ما هالالف اللي بين الناس هتلاقي العالم كلها ميت من الجوع. معودين على لقمته، كان معه سياره وفان، راح بيكم الانفجار ما عاد ضل عنده، رجع جلس حاله وعم يبيع ب10,000. وكلنا بنيجي بناكل عند طلال، كلنا سوا، كل البور بيعرف طلال وحتى بياكل، مش اي مكان بيجي بلف مثلا ساندويش بيجي ببص ثاني ناكل من عنده، لا لا، لانه طلال معروف. هذا الزلمه بي الفقير، من وقت اللي نزل على البور لليوم بي الفقير. شوف يساعد بيساعد، وايام بيعطي العالم بدل ما ياخذ مصاري. هذا انساني، وانسان بيحمد الله وربنا سبحانه وتعالى، بيقولوا ولو نحمدتم وشكرتم لزدنكم. هو من الانسان النوع اللي بيحمد ربه بشكره، وانا بشجعه كثير وبهنيه من كل قلبي، وبطلب من كل انسان يشجعه يجي لعنده
ياخذ من عنده يوقف حد منه ويساعده. بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد واحتكار بعض التجار لبضائعهم ليتمكنوا من تحقيق أرباح طائلة، بيبقى أبو محمد حالة نادرة بذكرنا إنه بعد في ناس بتشعر مع الفقير وبتراعي ظروفه.